السلام عليكم. أسعد الله مساكم إن شاء الله بكل خير. موضوع الأكل كبير صراحة، أنا ما راح أتكلم عنه، راح أتكلم بس عن مهنة الذواقة وش راح يضيف المجتمع وش تاريخها وبعض المعلومات عنها. راح أبدأ بأول حاجة اللي هي التاريخ. أول ما وجد أساس موضوع الذواقة ما كان فكرة الأساس عشان الناس يذوقون أكل، كان فكرة الرئيسية عشان الملوك أيام أوروبا ما يتسممون، فكان جايبين واحد كبش فدا قبل ما يأكل أكل يأكل قبله، إذا فيه سم ولا شيء مات راح فيه، إذا ما مات بدأ يأكل أكل. الموضوع تطور شوي وبدأ الآن يصير إيش، الملك ما صار يعجب الأكل، فصار لازم في واحد قبل يفلتر ويشوف الأكل هل فعلا لذيذ، هل فعلا يناسب الملك أو أهل الملك. فبعدها طلعت إيش فكرة الذواقة. بكل بساطة واحد عنده حس ذوق، بالإضافة عنده دليل كبير من طعم الأكل النكهات، يقدر يفرق بين الأكل كله. ثقافة الأكل، راح أضرب يعني مثال بسيط هنا في السعودية، يعني ما شاء الله كل منطقة عندهم إيش أكلة معينة. يعني مثلا تقول أهل قصيم ما شاء الله مشهورين مثلا بالكليجة، مثلا تقول أهل الحجاز مشهورين مثلا بالمانتو والمقمش وكل هذه الأشياء. فصار عند كل قبيلة أو مثلا منطقة عندهم كلتشر خاص فيهم، أكل معين فيها مشهورين فيها. حتى تلاحظ لما تروح أنت مثلا للجدة أول سؤال تقول له لا يفوتك تأكل بيك، خلاص صار عندك ثقافة في الأكل. الناس لما يسافرون دول برا تلاقي في الفندق عندك كذا بروشرات بسيطة، تكون في أكتيفيتيز، تكون مثلا في مطاعم لازم تجربها، في أشياء لازم تشوفها. فهي فعلا صارت ثقافة وصارت تعتبر كأنها سياحة بالنسبة للمجتمع. أهمية المجتمع والمطاعم، طبعا هي بالنسبة لك هنا عندك في السعودية مثلا عندك وزارة الصحة والبلدية تشرف على النظافة الأمراض بالنسبة للمطاعم، وعندك البلدية تشترط عندك اشتراطات خاصة فيها، لكن ما في أحد فعلا يهتم لك بنوعية الأكل أو طعم الأكل، يعني في وش اللي يفرق المطعم هذا عن المطعم الثاني. فالآن بدأت فكرة إيش الذواقة، فكرة هو إنه يعطيك يعني ريكومنديشنز توصيات، يقول لك اللي رحت المطعم الفلاني لا يفوتك الأكلة الفلانية، ويعطيك بعض المعلومات عنها بسيطة. إذا رحت مثلا المنطقة الفلانية المطعم الفلاني لا يفوتك تجرب الأكل الفلانية، مثلا الأكل الفلاني هذه سيئة بالنسبة له. بالنسبة للمطاعم يفيده المطعم قبل ما ينزل منيو جديد تركي تعال شوف المنيو هل فعلا يناسب المجتمع، هل يناسب المكان اللي أنا أقدمه، هل فعلا لذيذ أو يحتاج بعض إيش ريكومنديشن. مدى أهمية الذواقة بالسعودية، طبعا أنا بضيف بس نقطة فيها، بحكم إن في السعودية ما في عندنا أي أنواع من الانترتينمنت تقريبا بالرياض خاصة، يعني ما عندك إلا مطاعم وكافيات استراحات وجمعات عائلية أو عاد الشباب اللي يروحون المقاهي الشيشة بس، يعني أنت ما عندك لا سينما لا عندك مسرح لا عندك حتى يسمون يعني أماكن أدبية أو شعر أو أي شيء، ما في عندك إلا أكل تأكله. وبالأصح إن بغيت تغير تغير يعني تأخذ أب سايز ولا تروح الوجبة اللي بعدها، ما في أي عندك يعني نوع من أنواع الانترتينمنت. راح أتكلم عن النقطة الثانية اللي هو موقع مطعم، اسم الموقع حقنا اسمه مطعم. فكرته بكل بساطة فكرتها أنه يكون دليل مطاعم، لأنه تعرف المطاعم عندنا الحين صارت بالرياض بشكل كبير كثيرة، وخاصة يعني بالفترة الأخيرة السنتين اللي راحت واللي راح تجي إن شاء الله بعد. فصممت موقع جديد بطريقة يعني بروفيشنال، أنه يكون يعطيك دايركتري المطاعم. مثلا أنا أقول بالرياض أبغى مطاعم اللي بالرياض، بس مو أول رياض، أبغى مثلا مطاعم هندية، يبدأ يطلع لك مطاعم بالرياض اللي هندية. لا تبغى طب أوكي أبغى مثلا طالع مع المدام أبغى جلسات، يطلع لك مطاعم بالرياض مثلا هندية تكون مثلا جلسات عوائل. عوائل أنا أبغى لا أبغى عوائل في خصوصية، أبغى غرف. فيبدأ يطلع لك كل مطاعم اللي بالرياض إيش بالإيش تكون بنفس المواصفات اللي طلبتها، فيبدأ يفلتر لك إياها. طبعا فريق العمل بصراحة كلنا سعوديين، لا هو انقاسم في أخواننا يعني الأجانب أو أحد، لكن أبغى نثبت إنه فعلا الموقع والسيستم اللي صممناه إنه فعلا بأيدي السعودية يقدر يصلحوها. خدماتها نقدر نخدم يعني نقدم خدمات معينة، اللي هي أهمها وأنا أفتخر فيها بصراحة إنه أخواننا المعاقين، للأسف أنا ما أسمي المعاقين أسمي ذوي الاحتياجات الخاصة، ما تشوفهم أبدا يطلعون معنا ولا يروحون مطاعم ولا أي أكتيفيتي. فأنا صممت في التصميم هذا الخاص إنه يقدر يختار مطاعم بالرياض، مطاعم مثلا نقول انترناشونال، ويقدر يختار فلاج إنه مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، في مدخل يقدر يدخل ويروح يأكل ويشوف الناس كيف عايشة معه. المشاريع المستقبلية، الموقع الآن في نسخة إماراتية إن شاء الله بعد شهرين، في نسخة كويتية راح تبدأ بعدها بأربع شهور، ولبنانية وجنوب أفريقيا. هذا طبعاً كلهم هم طالبين مني لايسنس للموقع والسيستم اللي أنا مصممه.
قبل ما اسبق الاحداث في هذا التصميم الموقع، هذا شكل الموقع. طبعا حطيت مطعم اكزامبل للرؤية، يعطيك اسم المطعم بالعربي والانجليزي ويعطيك بريف عنه عباره عن ايش المطعم باللوجو وبعض السوشيال ميديا حقته. تحت يهمك الان مثلا فرع مثلا مخرج 10، وش الخدمات اللي يقدمها؟ هل مكتوب عندك عزاب، عوائل، في بارتيشن، في مكان للاطفال، يقبل فيزا، في ويلس مجاني، في مصلى، الخدمات اللي يقدمها لك. تركي حبيبي، وش متعشى اليوم؟ والله متى ما بغيت. الزبده، علمنا وش اطلق مطعم. والله ما راح اسوي دعايه. نطلع نروح سوا. يلا حبيبي، الله يعطيك العافيه. شكرا صفقه تركي.